مشهد لن يتكرر خلال الأشهر المقبلة، فتحويل مياه الصرف الصحي إلى شبكات رئيسية ثلاث سينهي المشكلة، تأكيد حكومي بطي ملف تلوث البيئة البحرية خلال جولة لوزير الأشغال العامة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة لمحطات تنقية مياه الصرف الصحي. هذه المحطات طبعا راح تكون تغطي كل مناطق الكويت، وراح يتم معالجة جميع كل المياه الصرف الصحي في هذه المحطات. طبعا المحطة الصبية راح تكون معالجة المياه معالجة رباعية طبعا، وهذه معالجة أكثر تكون نوعية المياه جودتها أكثر نقاوة. المحطات الثانية راح تكون المعالجة فيها مياه ثلاثية طبعا، وبعد ذلك توزع بالشبكة، وإن شاء الله راح يكون في يعني في المستقبل يعني هذه المياه متوفرة يعني لكل الجهات اللي بحاجة لها. المعالجة تتم ثلاثيا ورباعيا لإنتاج مياه صالحة للاستهلاك وللزراعة والري وفق أحدث التقنيات العالمية. نقوم حاليا في جولة لمحطة صليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفي هذه المحطة يتم المعالجة لمياه الصرف الصحي بالبكتيريا، ومن ثم تحويلها إلى مياه عذبة ممكن استعمالها للري وللمزروعات. مشروع كبير تتحول أغلبية مياه الصرف الصحي، ومن ثم يتم معالجته في هذه المحطة. اليوم في توسعة لهذه المحطة لاستقبال كميات أخرى من مياه الصرف الصحي، وهذا إن شاء الله سيغنينا من المخالفات اللي تجري حاليا في رمي الفائض إلى مياه البحر. المحطات الثلاث يتم من خلالها تحويل المياه من ملوثة إلى صحية موزعة إلى شمالية وجنوبية ووسطى. أما الشمالية فتنتج ما يقرب 450 ألف متر مكعب، والجنوبية 350 ألف متر مكعب، ومثلها للوسطى. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.